هادي عام ونص ما ركبتش وكنت في حاله ما نعاودش ليك. كنشوف البنات راكبين وانا كنبكي. الحمد لله تجاوزت ديك المرحله ودابا اول موسم ليا بعد الولاده. الصربة كتكون من 11 بنت، اكبرها سن 26 سنه واصغرها فارسة نسرين تاليد واللي هي الاخت ديالي 10 سنوات. الفكره بدات من عند الاخت ديالي واللي هي كانت كتركب مع صربة الرجال وعلمتني وبديت انا كنركب معاها. جاتنا الفكره بلي نديرو صربه موحده نسويه نشاركوا الرجال في المهرجانات والمواسم. الحمد لله جمعنا البنات، لقينا اللي يعاوننا، جمعنا الخيل. الوليد حتى هو اكبر مستند ديال هذه الصربه. شاركنا في عدة مهرجانات ومواسم من 2013 وحنا بادين الحمد لله. علاقة بالخيل علاقة ربانية من عند الله، شعور لا محل له من الإعراب. إلا ما ركبناش ولا إلا تعطلوا عنا المواسم كنمرضوا ولا جينا كاع ما ساعدناش الحظ وما تفرجناش، كتجينا واحد الهستيريا كيبقى فينا الحال. الحمد لله حنا كنحمد الله وكنشكروا على هاد البلية اللي عطانا الله. الحمد لله الصعوبات اللي كنلقاو بحال الخيل بحرا وبحرا ما كنشارجيوها. الا جينا للمواسم كنديروا الخزانيب بوحدنا، كنطلعوا الخزانيب بوحدنا، ما كنلقاوش اللي يعاوننا. والمشاكل اللي كنلقاو في وسط المحرك انتقادات لا علاقه، العيالات خاصين بالطبخ والمنزل، لاش جايين مزاحمينا الى اخره. المراحل اولا كنتوضا وكنصليو كنقراو ايات من القران الكريم، كنلبسو حوايجنا، كنديرو فاتحه، نعمرو البارود. الدراري اللي جايبين معنا منهم اللي من العائله واللي اصدقاء كيعاونونا باش نشرجوا الخيل. نتوكل على الله وكركبوا وكنمشيو للمحرك. اضطريت نشري ليها العود ودخلتها مع صربات الرجال، تعلمات وكل شيء وبدات تتعلم خوتها وبداو وقالت لك بتكون واحد الصربه نسويه ومشينا في هذيك الطريق. شحال من واحد تيقول لك راه البنات خصهم سميتو، راه انت راه ما خصكش تمشي، ولاني راه خصني لابد. انا رغم ذلك دوك الصعوبات تحديتهم ومشيت مع هذاك الشيء وغادي الحمد لله. فرحان دابا بهم وفرحان الحمد لله بهم ورفعوا لي راسي لفوق. مشاركة المقدمة حنان تاليد ضمن سربات المشاركة في النسخة الثانية لمهرجان روابط هي مشاركة رمزية ولكن لها دلالتها تاريخية وتراثية والرياضية. فمشاركة فارسات الحوز هو عنده ارتباط بالتراث الحوزي اللي عنده امتداد في المنطقة ديال الرحامنة، بمعنى هاد الروابط تتمتد في التراث الغنائي، في الرقص، في اللباس، في التموريضة، في مجموعة ديال العادات. ولكن حضور فارسات من الحوز كيعطي الفضاء التموريضة، كيعطي واحد اللمحة، واحد اللمسة اللي كتعلق بتشبث المرأة المغربية بممارسة فن التموريضة كمورود ثقافي شعبي عنده دلالته التاريخية.